أعزائي المشاهدين الكرام ومتابعين قناة ليبيا الرسمية، أسعد الله أوقاتكم وبارك يومكم، نحييكم بتحية من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن اهتمامات قناة ليبيا الرسمية بالوضع الوبائي في بلادنا الحبيبة، نحن الآن في مستشفى الطب الوقائي معتيقة، نلتقي خلال وجودنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفوا لحضرتك. الدكتور معتصم عبد الحفيظ العروسي، طبيب عناية وتخدير. نعم دكتور، نحن الآن في قسم الأسعاف. يعني احنا توا في قسم الأسعاف وقسم العيادات في نفس الوقت، يعني حتى الحالات اللي بتتابع وتجي تتابع هنايا، والحالات المستعجلة برضه تجي هنايا حتى هي. نعم دكتور، يا ريت توضح لنا المراحل التي يمر بها المريض عندما يأتي إليكم. بالنسبة أول شيء على حسب الحالة، فهمت؟ الحالة كان جت مستعجلة وهيك وتستحق إنعاش وشيء. نعم. في عندنا قسم جهة بروحها هيك بتاع إنعاش، وعندنا فيها مكان بتاع تنفس صناعي، وعندنا أجهزة إنعاش بروحها. نعم. هذاك في حالة لن تستقر الحالة، فهمتني؟ نعم. أما الحالات اللي تجينا أصلاً هي مستقرة، نحطوا فيها هنايا، ناخذوا لها تحاليل، لو ما عندهاش صورة على الصدر أو صورة كمبيوتر على الصدر نصوروها، فهمتني؟ تقعد لمدة أقل حاجة ساعة، ساعة ونص. نعم. ما طلعوا وجهزوا التحاليل، ما جهزت الصورة. نعم. بعدين يجي الدكتور المسؤول على الإسعاف، يجي يكتب لها العلاج وهيك ويبدأ يتابع، فهمتني؟ نعم. لو الحالة حرجة وبدت تستحق أكسجين هلبة. نعم. وهذا تعتمد على الصورة على وضعها هي الحالات، هي الحالات هم هذا هم اللي ندخلوا فيهم الحالات الحرجة. نعم. فهمتني؟ الحالة يعني لما تكون مستقرة وأكسجينها كويس وأمورها تمام وصورتها مش متضررة، قصدي أقل من 50% متضررة. نعم. وتتحمل الأكسجين وعادي، احنا نفضل ان هي تروح الحوش. نعم. فهمتني؟ ما نشدوش فيهم، فهمت؟ لكن الحاله لما تبدا تعبه وتبدا الصوره بتاعها وصوره الريه تبدا اقل شيء فوق 70% متدمره، وهذا مغلب الحالات اللي يجونا هنا الصراحه، فهمت؟ نعم. جينا الريه بتاعها منتهيه، فهمت؟ يخشوا هنايا، نشوفوهم وضعهم تعب، يجونا اكسجينهم ضعيف هلبة. يستحقوا اكسجين كميات كبيره، مرات حتى يخشوا على الجهاز. هما الحالات هما هذوما اللي ندخلوا فيهم هنايا، الامانه ندخلوا فيهم هنايا، ويبدو جايين في اللحظات الاخيره، ويبدو فايتين هيك علاج مثلا ما ياخذوش فيه. لو كانوا جو مثلا في اليامات الاولى وكان احسن لما كان وضعهم كويس وهيك، فهذوما الحالات اللي نستقبلوا فيهم احنا. نعم. بصفه عامه، فهمت؟ نعم. نعم الدكتور، هناك العديد من صفحات التواصل الاجتماعي وايضا عدد من وسائل الاعلام المختلفه يناشدون بعدم الذهاب والمجيء مريض الى مركز العزل، باعتبار القول يقولوا فيه، يعني حسب قولهم يعني يقول لك الداخل له مفقود والخارج مولود. كيف تعلق على هذا الامر؟ الكلام هذا طبعا غير صحيح، فهي الامانه هيك احنا منتشر بيناتنا احنا، يعني ما بين الناس منتشر ان هذا مكان عزل، مكان مقبره، مكان ان هذا اللي يخش معش يطلع منه. نعم. للامانه يعني الناس اللي تجينا احنا في اللحظات الاخيره، فهمت؟ نعم. ما جتناش حاله يعني جايه على رجليها او جايه وضعها كويس واحنا شدناها وقتلناها، هذا الكلام هذا ما فيش منه. نعم. فهمتني؟ احنا الحاله لما تجينا منتهيه، فهمتني؟ هم الشعب يظن ان احنا مثلا احنا بنلقوا الحل، بنلقوا العلاج اللي اصلا اللي برا مش لاقينا. نعم. فهمتني؟ يبون ندير لها ريه جديده، مثلا تجيني ريتها كلها متدمره ويقول لك لا عالجها لي، ولما لا قدر الله مثلا توفاها المنيه وهيك. نعم. يقول لك لا هذا مقبره وهذا عزل وهذا واحد بايع، يا سيدي تعالوا عالجوا في الاول. نعم. فهمتني؟ تعالوا عالجوا هنا في الاول، خذوا اقل حاجه، خذوا نصائح بس. نعم. خذوا نصائح، ديروا هيك وديروا هيك والباقي على ربي، فهمت؟ نعم. الموت والحياة بيد ربي، هذه مش نعم دكتور، برايك يعني السعة السريرية سواء الاسعاف والعيادات، هل حسب رايك كافيا؟ والله بالنسبة هي بالنسبة لنا فهمتني، حتى هذا حاجة ثانية. السعة السريرية هذه هي اللي تعتبر حتى هذه مقلقتنا شوية، بحكم نحن نخدم على حالات كبيرة مقارنة بالعزول الثانية. يعني العزول الثانية تلقى فيها مرات ما بين 18 ل 20، كان كثر 30 حالة، فهمت؟ نعم. احنا واصلين توا منكم 140 وقريب نوصل 150 حاله، يعني عدد كبير من المرضى، ويتبي تيم كبير هلبة، وفي عزوف على الدكاتره ما بيش يخدموا، في عزوف على التمريض، فهمتني؟ وهذا اللي خايف عليه هلا واللي خايف على ناسها. فحتى هذه حاجه تعتبر، فهمتني؟ حتى هذه حاجه تعتبر من الحاجات السلبيه، فهمت؟ اللي يشكي منها حتى هو المواطن يشكي منها، يقول لك لا ما فيش ناس، ما فيش تمريض، وفي قله في التمريض وهيك، وفي قله من الاهتمام. حتى هذه حاجه من الحاجات، هذه الحاجه هي مقارنه احنا بالعزول الثانيه وباللي فاتحين المراكز الثانيه. نعم. ان احنا نخدم على مرضى اكثر، فهمتني؟ كعيادات، كايواء، حالات ايواء احنا عندنا ممكن قريب
عناية ممكن فوق 45 حالة عناية، فهمتني؟ والإيواء واصلين 70-80 حالة، فأرقام كبيرة وتبي ناس كبيرة وتبي مجهودات كبيرة، فهمتني؟ وإن شاء الله خير. ما مدى تعاون السادة المواطنين مع حضرتكم خاصة أولياء أمور المرضى؟ والله الفترة الأخيرة نلاحظ أن في تفاهم، وفي في تفاهم للمرض، فهمتني؟ بحكم أن الموضوع انتشر بكمية كبيرة بين الناس، فهمت؟ ففي كمية كبيرة من الشعب أنه بدأ يتوعي المرض، هو واحد، لكن في كمية كبيرة تانية حتى هي مش محترفة بالمرض، ويقول لك العزل هذا راه ما ينفعش، ومش مقتنع ان فيه مرض اساسا، قاعدين لتورا للوقت الحالي يقول لك لا ما فيش كورونا، وهذه راه صناعه مش عارف شنو وصناعه مش عارف شنو. لا، المرض موجود، فهمتني؟ ولن يوصل فيه الشخص هذا اللي مش عارف يجينا هدايا، الشخص هذا يجينا منتهي. نعم، بارك الله فيك دكتور. لو قلت لك في نهايه اللقاء مع حضرتك، يعني لو قلت لك وجه كلمه شكر لمن توجهها لي؟ والله نوجه شكري للقائمين على مركز معتيقة هذا، نعم، للمدير والشباب القائمين، الحق شباب الله يبارك ما شاء الله، مش تغلوا صباحا ونهارا ليلا ومساء في جميع الأوقات تلقاهم، فهمتني؟ فزعين وكلهم راهم سايبين حياشهم، سايبين عملهم، سايبين واحد مقيمين هنا 24 ساعة، نحاول نوفروا حاجة للإنسان والمواطن البسيط هذا اللي مش لاقي وين يمشي، اللي أصلا يرفضوه جميع المستشفيات والمصحات، نعم، ما عنداش وين يمشي يجينا هنايا. فاني نقدم لهم كلهم التحية، وإن شاء الله خير، إن شاء الله ربي يحمي البلاد ويبعد عنا البلاء والوباء. بارك الله فيك، وكل التوفيق ليك ولكل زملائك إن شاء الله، وإن شاء الله في ميزان حسن إن شاء الله، ربي يحفظكم حتى أنتم وربي يعاونكم إن شاء الله. أيضا أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي خلال وجودنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ دكتور أحمد آدم مفتاح. نعم، صيفك دكتور. طبيب جراحة عامة في مركز، نعم، عزل ميتيكا. نعم، بداية نرحب بك عبر الرسمية، ويا ريت تعطينا دكتور نبذة مختصرة عن العزل بصفة عامة. طبعا عزل ميتيقة يعتبر من أكبر العزول في المنطقة الغربية وحتى في على مستوى ليبيا بشكل عام، حيث أنه يتكون توا حاليا من 7 قواطع تم إنشاءها في شهر 4/2020، تمام، ويعتبر من أكبر المراكز اللي تستقبل جميع الحالات بدون استثناء من جميع أنحاء ليبيا، تمام. وطبعا يعتبر الممكن من البداية المركز العزل الوحيد اللي قامت فيه العمليات الجراحية، تمام، حيث أنه تم في هذا المكان أو تشوف فيه زي حضرتك، صار فيه من أكبر العمليات الجراحية، بما في ذلك عمليات استئصال للقولون، وبذلك عمليات استئصال للزايدة، وفي عمليات تم فيها فتح حتى القفص الصدري هنا، وفي عمليات حتى على الدماغ، وهذا كله. ونزيد نعطيك أنه في صارت فيه طبعا أكثر من حوالي 100 عملية ولادة قيصرية، وهذا كله صار في هالمكان هذا بجهود الشباب، راه كله بجهود الشباب، ما فيش ولا اي دعم، عباره عن شني احنا كله نكلموا في شخص، وهذا شخص يعاون فينا. ونشكر حتى طاقم اللي معانا هنا اللي هو دكتور التخدير الدكتور عبد المنعم شويشين، والفني محمد مادي، وممرض العمليات طبعا محمد نوير، ودكتوره النساء والولاده حتى هي اللي اشرفت على حوالي قلت لك اكثر من 100 عملية جراحية قيصرية للسيدات الليبيات المصابات بفيروس كورونا، حيث أن طبعا. ونزيد نشكر الدكتور محمد العزيبي دكتور الأطفال حديثي الولادة، تو شوي تاني نمشي نشوف وراء التريلا، هي في تريلا ثانية هذه اللي فيها الحضانات أو الكيوبيتر، في من يمات وصلت حتى بالـ7 و8 أطفال هنا، تمام، لأمس هم خادمين هنا عمليات، مديرين عمليات، جارين عمليات جراحية. وزي ما نقول لك هذا كله عبارة عن مجهود ذاتي. نعم دكتور، السعة السريرية لجميع الأقسام داخل العزل؟ بالنسبة للسعة السريرية ينقسم، حيث أن عندنا زوز قواطع عناية، نعم، يوصلوا حتى لل 25 و30 سرير عناية فائقة بهيو، نعم، وعندنا القطع الأول والقطع الثالث، هذا يعتبر اللي احنا نقول HDU، ليس عناية فائقة وليس زي القسم، نعم، تمام، حيث أنه يشمل حوالي 50 سرير. وعندنا القطع السادس، القطع السادس يوصل حتى لـ60 و70 سرير، والآن عندنا القطع السابع طبعا مع الموجة الأخيرة هي زاد، طبعا زاد عدد الحالات، فالقطع السابع وصل حتى لـ15 و20، وصل حتى لـ25، بما في ذلك في يوم فتحنا القطع السادس، أول ما فتحناه من الساعة 2:15 الظهر للساعة 1 في الليل تم دخول حوالي 35 حالة، وبالتالي بدت تزيد، فهذا كله عبارة عن مجهود ذاتي، كل راهو عبارة عن احنا لقط في تلقيط
نتكلموا كلام وصلت بينا قريب حتى راهو نقولوا اعطونا مدوا يدينا. ما فيش ولا اي دعم الا بارك الله في بعض الناس الخيرين هذو ما اللي يدعمونا. دكتور وين دور وزاره الصحه؟ والله وزاره الصحه انت ممكن مفروض انتم اللي تسالوا السؤال هذا ليهم. احنا قصدي راهو من غير احنا تو حاليا ما في حد تكلم على اي وضع للشباب هم اللي يخدموا هنا زي الدكاتره زي الممرضين زي انت تعرف احنا نواجهوا في مشكله او نواجهوا في جائحه. احنا راهو جماعه تخدم وتروح العياشه في منهم في حتى معاش روح باهيو. فاحنا هذا السؤال هذا مش احنا مش راهو هذا ما يسالش احنا لانه واضح قدامنا والليبيين كلهم يعرفوا راه كل ليبي يعرف شن دارت وزاره الصحه في هالجائحه هي. نعم دكتور تقييمك للوضع الوبائي داخل المركزين من ناحيه؟ ناحيه الوبائيه ناحيه الوبائيه والله طول المده هي في شويه تراجع الحقيقه. نعم. الحمد لله في نعم. عدد الحالات. نعم. لكن هذا كله راهو يرجع لشني طبعا اي موجه لما تجي كورونا فبتوصل لمرحله البيك او القمه بالتالي تبدا في تنازل وهذا صار في الموجه اللي قبلها. نعم. فتو الحمد لله الوضع تعتبر تو الاقسام شبه فل. ما بيش نقول لك فل شبه فل باهيو تمام لكن الوضع بشكل عام مستقر بشكل عام. ما نقولكش انه هو الامور كويسه ولا نقولك الامور سيئه لكن ننصح الناس ان هي تعتض من اللي صار المره الاولى وفي الموجه الثانيه والموجه الثالثه ويحاول ان هم اول حاجه التطعيمه ثاني حاجه التباعد الاجتماعي وينقصوا من الطلوع وهالمناسبات الاجتماعية ومفروض حتى الدولة يكون لها دور في الموضوع هذا بشكل كبير جدا جدا. نعم دكتور عفوا عن المقاطعة بذكرك التطعيمات يعني هل لاحظتم هناك فرق بين المطعمين والمطعمين؟ نعم. في فرق نعم. في فرق من ناحية شنية ما نبيش يقولك ان المطعم ما ينصابش. نعم. لكن يختلف لما المطعم هو كله طبعا كل شيء بيد الله عز وجل وكله عبارة عن شنية أسباب لكن ديما الإنسان المطعم حتى لما تجي الكورونا الأعراض اللي بتجيه والضرر لا قدر الله اللي بيصاب منه بسبب الكورونا أقل عند الناس اللي مطعمة لكن أما الناس اللي مش مطعمة هذه فيكون الوضع سيء جدا جدا الحقيقة. نعم رغم تفاقم الوضع الوبائي لأن هناك العديد من المواطنين الحقيقة لم يبادروا للتطعيم شو بتنصح منه؟ والله ما فيش هذه نصيحة أنا حتى يسألوا فيها أهلي وأصحابي فطعم وتوكلوا على الله. ننصح اي مواطن هو يتوكل على الله يطعم وما يقولش لا نبي الفايزر ولا نبي الاسترازينيكا اي حاجه اللي متوفر يطعمه يتوكل على الله انك انت ضروري تاخذ بالاسباب هذه اول حاجه أو واحدة من الاسباب انك انت تطعم وتحمي نفسك وتحمي عائلتك وتنقص من الاختلاط وتنقص من الطلوع هذا كله ضروري يندار ولحطه وحتى في الشارع الكمامات ما فيش بكل انساها الكمامات ما عادش فيه بكل لاحظ ان هالبناس شبه ممكن 2-3% نلقى فيهم لابسين كمامات. نعم. والباقي كلها تتحرك عادي ولا كأنه في حاجه. نعم كم عدد معدلات حالات الشفاء لمركز؟ والله حقيقه باش نعطيك رقم صعب لكن في من حالات الحمد لله ربك يسخر لها حاله باذن الله تمشي الامور. نعم. وفي من ناس الحقيقه ما في من ناس تعرف تخش بوضع وطبعا نشوف فيروس كورونا. نعم. احنا نقولوا ما فيش امان. في من الناس سبحان الله تطلع من جنبه ممكن تغيب عليه ساعة ترجع تلقاه إنسان ثاني. فما فيش معدلات واضحة بالضبط بالنسبة لعدد الوفيات أو عدد حالات الشفاء الحقيقة. نعم دكتور كلنا نتابع التحديث اليومي للمركز عن الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض. هناك ثلاثة مؤشرات مؤشر الأول حالات الإصابة والثاني الشفاء وأيضا حالات الوفيات يعني فهمت برأيك دكتور ما هو المؤشر الذي نقدر نبنى عليه الوضع الوبائي مستقر أو نعدل؟ شوف أول حاجة ضروري بنركزوا أن عدد الإصابات تمون كل يوم كان 1600 أو 1700 باهيو. نعم. لكن لما جيت تشوف 1700 هذه متاخدة من قداش من 7000 حالة. نعم. المدة اللي فاتت لما زاد الكيرف وصلوا حتى ل 3000 ولا 4000 لكن كانت عدد المسحات اللي تأخذ 4000 وكانوا يوصلوا حتى ل 10000 وما فوق ال 10000 فالنسبه والتناسب هذه كلها قاعدين بنشوف فيه الوضع الوبائي اقل عن المده اللي فاتت لكن قاعدين راهم استزناش مرحله الخطر بكره بما في ذلك انت تو تقدر تو احنا نمروا نشوف الاقسام اللي عندنا احنا تو كان بنعد لك انا بالعدد بالضبط انا متاكد انه حيفوتوا 90-100 حاله تو حاليا في مركز عزل معتيقه نسال الله ان يشفيهم ان شاء الله نسال الله ذلك يا رب فهذه واحده من الحاجات
بالنسبه طبعا بنزيد نقول لك حاجه ثانيه باهي، بالنسبه للاحصائيات او بالنسبه او بالتناسب تفتقد الى الدقه في بعض الامور. تمام. فواحده من الحاجات اعداد الوفيات، اعداد فاحنا ما عادش عرفنا المركز الوطني لما ينزل في مثلا عدد احصائيات او بينزل في عدد وفيات، هل هو يشمل ليبيا كلها؟ هل يشمل منطقه معينه؟ ما فيش حتى في 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 من بعض الايام ينزلوا في مثلا طرابلس، صراتة، منطقة الشرقية كذا، لكن كإحصائيات ثابتة ما لناش الحقيقة. بارك الله فيك دكتور، وكل التوفيق ليك ولكل زملائك، وإن شاء الله في ميزان حسنات إن شاء الله. نسأل الله رب العرش، بارك الله فيك، نسأل الله رب العرش العظيم أن ينزع عنا هذا الوباء ويحفظ البلاد والعباد، وبارك الله فيكم ومشكورين إن شاء الله، بارك الله فيك. الفتحي، فني تصوير مقطعي في المركز عزل المعتية. بالنسبة للجهاز التصوير المقطعي تم تركيبه في شهر 11/2020. من شهر 11/2020 للساعة هذه استقبلنا حكم 6000 حالة تصوير، ديما 100 حالة في اليوم تصوير، 100 حالة في اليوم في الموجات الثلاث، يفيد في تشخيص مرضى الكورونا بصفة أولى، وفي معرفة الحالة هل إنها اشتباه كورونا أو كورونا بالصورة الصحيحة. نعم. ودرجات كيف نقول لك، درجات الالتهاب في الصدر. نعم. معدل الحالات اليومية التي تقوم بالتصوير فيها؟ معدل الحالات اليومية من 100 إلى 120 حالة. نعم. في اليوم. نوع الجهاز؟ نوع الجهاز طبعاً جي إي 16. نعم. سلايز. نعم. هل هو مطور ولا؟ والله هو في الساعه في الساعه هذه قصدي في تشخيص المرضى الكورونا حق عادي مفعوله، عادي جده ان شاء الله، حتى من خارج المركز العزل للفلتره، واي حاله حتى يجينا حالات من المركز الطبي، وحالات من العيون، وحالات من جميع مراكز العزل في ليبيا، وحالات من المواصفات من تم انشاء المركز، وفي حالات من داخل العزل. يوضح بالنسبه للجهاز، يوضح مدى صورة الصدر بالصورة الصحيحة، ومدى مدى مدى الالتهاب متاعها، قداش مدة، قداش مثلا ليها فترة، وهل ان مثلا الالتهاب هذا جديد والله ليه فترة، مش الطراز اللي متاع 2021، لكن الجهاز عادي ما مثلا مفعولة. دكتور أكرم بكوش، أحد أطباء العناية الفائقة في مركز العزل الميتيقة. نعم، يريد تعطينا نبدأ للعناية من ناحية العدد الاستيعابية للأسرة، وأيضاً بصفة عامة. طبعاً العناية تستوعب ما يقارب حوالي 20 سرير، 20 مريض. طبعاً العناية في حالات الحرجة اللي هي حالات اللي تحتاج إلى أكسجين مضغوط، حالات تحتاج إلى تنفس صناعي. طبعا هذه عناية تحتوي على 20 سرير، عندنا أيضا عناية أخرى تحتوي حوالي على 13 سرير، فكل الحالات اللي هي الحرجة يتم إيواءها إلى هذه العناية. طبعا الحالات الحرجة اللي هي معظم الحالات الحرجة تكون جاية من عن طريق مركز مكان الفلترة. مكان الفلترة طبعا المريض يكون جايك أكسجينه حوالي 30 إلى 40، وهذا ناتج عن تأخر في الكشف المبكر. المفروض المريض يبدأ بالكشف المبكر أول ما تظهر عليه الأعراض، نقوله مثلا ضيق في التنفس، الحرارة، الوهن العضلي هو الفشل، المفروض يكون المريض في الفترة هذه كان دار كشف أو دار صورة باش نعرفه كيف نبدو
العلاج المبكر باش نحده من من قوه الاصابه ما يوصلش لمرحله متاخره، يعني كأكسجين يعني يوصل ل 30 الى 40% يعني. فوصول المريض في مرحله متاخره هذا يشكل ضغط على الكادر الطبي ويوصل لمرحله متاخره، يعني حتى العلاج يكون نبدا في العلاج متاخر، فالنتيجه تكون يعني تكون مش زي ما ترضي الجميع، يعني النتيجة ما تكونش كويس. بعكس الشخص اللي يكشف مبكر ياخذ علاج المناسب في الوقت المناسب، فالنتيجة تكون أحسن، أو حتى يكون تتعب الحالة لكن ما توصلش لمرحلة التنفس الصناعي أو مرحلة الأكسجين المضغوط. طبعا الحقيقة يعني مركز العزل الطب الوقائي المعروف بميتيقة يحتوي على حاجات يعني الحق للأمانة مش متوفرة في المراكز الأخرى، من ضمنها مركز فلترة يحتوي على حوالي على 10 أسرة فلترة الحالات، فلترة الحالات اللي هي الحالات اللي تحتاج إيواء، من الحالات اللي تحتاج إيواء في القسم أو إيواء في العناية، أو الحالات اللي هي ممكن تأخذ علاج وتكمل علاجها بالبيت. الحاجة الثانية من غير مركز الفلترة عندنا جهاز تصوير الكمبيوتر اللي هو سيتي سكان، فهذا خاص بالحالات اللي هي إيواء أو الحالات اللي هي جاية بتكشف وبتروح، يعني المراكز الثانية يكون الجهاز هذا مش متوفر أو في القطاع الخاص على الأغلب. طبعا المشكلة اللي هي تستغرب ان يعني احنا حوالي سنة ونص من الفيروس كورونا حول العالم، يعني ولا زال في ناس تشك ان في كورونا، هذا لا اعتقد ان في حد قاعد يعني يشك ان في فيروس كورونا. النقطة المهمة اللي نحب نتكلم عليها هي التطعيم. التطعيم يعني بجميع انواع التطعيمات المفروض كل شخص مستهدف من التطعيم، يعني من سن نقوله من سن مثلا 16 سنة إلى ما فوق، هذه الناس كلها مستهدفة للتطعيم سواء عندها مشاكل صحية أو لا. نخص بالذكر يعني الناس اللي هي تعاني من أمراض مزمنة زي السكر زي الربو الشعبي زي الضغط زي أي أمراض جهاز تنفسي، فهذه مفروض الأولوية لها أن هي الطعام. والحقيقة يعني كان فيه عزوف شوية عزوف على التطعيم، لكن الفترة الأخيرة أفرحنا الحق يعني الناس معظمها بدأت تسأل وين التطعيم وين كيف طرق التطعيم، يعني فيه حركة إلى الأمام يعني الحمد لله. تظهر بعض الإشاعات أن فيه عدم اهتمام مركز معتيقة، وأني للأمانة دكتور أكرم بكوش ممكن تعرفوني نشتغل في أكثر من كنت نشتغل في حتى في مراكز ثانية، ولكن للأمانة فضلت الإمكان هذا لأن الحق يعني الإمداد من ناحية الأدوية من ناحية الاهتمام من ناحية الإدارة اللي هو متمثلة في الدكتور محمود الجبو، فالحق مش مقصر. وللأمانة يصر إن إحنا نقبلوا المرضى على قدر المستطاع، يعني ما يحبش إن المريض يتحول لجهة ثانية، لأن المريض أصلا يوصلك لا في المراكز العزل الثانية مرات ما حصلش إمكان، فهمتني؟ القطاع الخاص ما يشتغلش في البرنامج هذا، فللأمانة القائم بالواجب وأكثر يعني الحق كلمة الحق تقال. والله الإضافة أنني نركز على برنامج الكشف المبكر باهي، لأن الناس واخدة فكرة أن الجيل العازل يشدوه، بالعكس إحنا ماذا بينا اللي نقوه مثلا حالته ما تستحقش إيواء، ماذا بينا إحنا يكمل راحته النفسية المريض يكمل علاجه في الحوش. أما الناس اللي هي تحتاج إلى إيواء فمش حنقصر معها زي ما حكينا. النقطة الثانية قصة التطعيمات، في ناس تقول لا جات أخذية تطعيم متعب وقصة هذه ما فيش منها، دول العالم دول الغربية يعني دول العالم الشهيرة كلها واخدة التطعيم وفي منها حتى كملت الجرعة الأولى والثانية. نعم بارك الله فيك، إن شاء الله تكون رسالتك وصلت لكل المعنيين، شكرا لك. بارك الله فيكم وشكرا على مجهوداتكم وشكرا على إتاحة فرصة لتوصيل رسالة للمواطن إن شاء الله.